باشمهندس، بعثات أهلوية مهمة وكبيرة في يوم واحد في توقيت واحد، بعثة كرة القدم تسافر إلى تونس للقاء الاتحاد المنستيري في بداية دوري الأبطال والحلم الكبير. تستقبلها في تونس بعثة أبطال كرة اليد اللي بيشاركوا بنجاح رائع في بطولة أفريقيا لكرة اليد، ومن الكويت تأتي الفرحة الأهلوية بأبطال السلة وانتصاراتهم مع فرحة كبيرة جدا من رابطة الأهلوية في الكويت. طبعا بدأ هذا الشهر بمجموعة من التحديات والمواعيد الكبرى للرياضة في النادي الأهلي. الكل يترقب هذه البدايات، الكل يترقب ماذا سيفعل أوجستي بعد الاحتكار الفني والنتائج الرائعة اللي تحققت الموسم الماضي في ظل بطولة استعد لها جميع الفرق المشاركة. يعني كل الفرق دعمت بالتدعيم قوي جدا. ايوه. والناس تنتظر بلهفة وتفاؤل. ايوه. اداء كرة السلة، وهذا التفاؤل بيخوفني لان بيبقى فيه مسؤولية كبيرة جدا، لكن باذن الله يكونوا على قدر الثقة. كرة اليد تخوض واحدة من اهم المباريات المصيرية لمستقبلها القريب، حيث يلتقي الفريقان الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا غدا. لأن الزمالك حصل حاجة غريبة، الأهلي تصدر فالزمالك خسر طلع التاني. واحنا فرحانين بالسلة والجماهير الأهلوية فرحانة بالسلة. معانا من الكويت الأستاذ طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق لكرة السلة. مساء الخير يا أستاذ طارق. مساء النور يا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. منورين منورين الدنيا. مع انك يا استاذ طارق مش طويل قوي لكن ترأست هذه البعثه المهمه، فقالوا لي انك بتاع ثلاثيات جامده قوي. خلي بالك دي مشكله كبيره قوي، يعني صور كده بحاول اقف على جنب. تقف بعيد شويه عنهم. مش عارف هتتصور معاهم ازاي دول يا استاذ طارق. تيجي بص تبقى مشكله كمان. جامد قوي. لا خليك صانع العاب، يعني ده هيناسبك قوي. احكي لنا من اول نزولك من المطار كده، هل الاجواء كانت قريبه من الدوحه مثلا وابو ظبي، الحاجات اللي حضرتها دي مع الكوره؟ الدوحه يا باشمهندس انت واستاذ ابراهيم، والله جمهور الاهلي ده جمهور عظيم. يعني فوجئنا والله بعد ما خرجنا من المطار بالاستقبال الحافل من الاهلاويه في الكويت بطريقه لا تتخيل. يعني مجموعه كانت موجوده قبل البوابه، مجموعه ثانيه بقى كبيره بره. يعني ولما رحنا الفندق برضه لقينا مجموعه مستنيين قدام الفندق. جمهور عظيم جدا جدا جدا. وبرضه الماتش اول امبارح احنا في الماتش، برضه ده كان وقت شغل، يعني المفروض بالنسبه ليهم في عدد برضه اللي قدر يجي. المجموعه اللي كانت حاضره مش ممكن، يعني كان قاعد معايا الاستاذ مجدي ابو فتيخه وكم حد من الاتحاد العربي، فكانوا عاملين اعلام ان الاهلي بيدي طعم تاني للبطوله. وده الحقيقي هنا ما شاء الله، يعني حاجه لا تتخيل حضرتك فرحه. يمكن فريق كره السله ما استمتعش بهذه المؤازره والمنظر ده قبل كده، فارجو ان يكون ده يعني صدر لهم حاجه جميله. يعني شباب زي الفل ما شاء الله، معاهم مدير فني خبير، كلهم متفائلين للامانه لما شافوا المنظر ده. يعني حتى بيسالوا بيقولوا انا امال الكوره ايه اللي بيحصل؟ بحكم يعني كره القدم اللعبه الشعبيه دي. طيب الفريق نفسهم كانوا بيقولوا كده، ايه ده الاستقبال ده؟ الفريق بدا المباريات بتاعته يا استاذ طارق، الاهلي بدا بالفوز الكبير على الميناء اليمني، دبل سكور تقريبا، يعني 152 او 132 152. بكره هو بص حضرتك، يعني هو احلى ما في الموضوع هو الجديه، يعني ما فيش استهانه باي مره. تمام. هو بيترقى في النهايه توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني فانت ندعو ربنا ترجع واخدينها بجديه. يعني كان معروف ان في بقى فروق مستوى جامد في الاولاني، ده كان تخيل احنا رحنا الملعب قبلها بساعتين تقريبا. يعني الفريق اللي قدامنا ما كانش نفس الحكايه، يعني بلا حاجه بسيطه، لا كل الامور متاخده بجديه.
في كل ماتش يعني. بكره ان شاء الله ماتش الرابطه القطري، وان شاء الله يوم ده بكره الساعه 2 الظهر مش كده؟ الغرافة بكرة الساعة 2 الظهر. بتوقيت القاهرة. هيبدا على التوقيت اعتقد رياضية ودبي. ايه الفرق بين اجواء البعثة في كرة القدم والبعثة في كرة السلة؟ هل في تشابه؟ هل في اختلافات؟ احكي لي كده يعني ايه اللي حسيته وانت مع فريق كرة السلة؟ يعني هو طبعا كل قطاع في النادي يعني ليه برضه خصائص معينه، لكن بيشتركوا كلهم في حته الحمد لله الانضباط. يعني انضباط النادي الاهلي ده موجود في اي حد. اذا هو ده اللي كان يهمني اسمعه الحقيقه، ان نفس الروح ونفس الانضباط. طبعا الحمد لله متواجده فيهم كلهم، يعني ما فيش حد عنده اي خروج على النص ولا اي حاجه. الحمد لله حاجه بتريح اي حد بالمسؤول على البعثه يعني النادي الاهلي. الرد الفعل بقى على الاعلام وعلى الاجواء وعلى المنظمين وعلى الفرق من وجود النادي الاهلي بالشكل المحترم ده، قدرت ترصدها؟ لا جامد، لان يعني على طول يعني وقت الماتش وبعدها في اتصالات كتيره من الاخوه الاعلاميين المتواجدين هنا، سواء الاخوه الصغيره او المنظمين على البطوله، يعني كلهم يعني الحمد لله واخدين رونق وجود النادي الاهلي ده حاجه بتدي طاقه البطوله ومدي حياه اكثر جوه عند اخواتنا الكويت يعني بالنسبه للبطوله. يعني يقول النادي الحمد لله يعني اسم النادي الاهلي اسم كبير. اخطر الفرق يا مشرف في طابع معين. طب اخطر الفرق في وصل لك مؤشرات كده من الجهاز الفني؟ دردشت مع حد قال لك احنا الفرق اصحاب الحظوظ المتكافئه او المنافسه قدروا يعني يدوا لك؟ هقول لحضرتك، هو عندنا هو ده الدور التنفيذي اللي المفروض بيخلص بكره، تخش بعد كده على 16 اللي هو بيفيدنا ان شاء الله. هو كل يعني المجموعه دي بتتاهل كلها ل 16 مع اختلاف التسجيل. يعني هو احنا يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله في اول بتلعب الرابع المجموعه الاولى المجموعه الثانيه وهكذا، كل بالترتيب بيقابل. ان شاء الله من الدور الجاي هو فرقه كبيره على فكره، هي البطوله قويه. احنا نسمع الناس صوت الجمهور والهتاف بتاعه. لا وشوف العدد الصوت عشان نسمعه مع الناس. استاذ طارق، استقبال اعتقد الحمد لله على نعمه الاهلي. قول لي الجمهور ده موجود في كل مباراه مع الفريق وتدريباته مش كده؟ التدريبات يعني برضه من انضباط جمهور النادي الاهلي رهيب. يعني كان حد من المسؤول عن الرابطه هنا موجود توجيه في الكويت، كلموني وقالوا لي احنا عندنا فكره ان المدير الفني ما بيفضلش يعني يكون التدريب فريق يعني ما يكونش فيه جمهور. في جمهور هم مين نفسهم؟ قال لي الامان. انا يعني كويس هم اللي بيقولوا لي كده. يعني الانضباط حتى في الجماهير في الماتش. ما شاء الله. لا 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 جمهور عظيم يعني. فقالوا لي فاحنا هنفضل ان احنا الماتشات بس. في المباراه كان له حضور جمهور كويس. انا سمعت المعلق بتاع المباراه الحقيقه كان بيتكلم بيقول لك ده جمهور يخوف. لا ده قال تعليقات هايله عن الفرقه وعن الجمهور الحقيقه. يعني هو الجمهور بيدي ثقه ما شاء الله. يعني الجمهور حاجه تفرق. تمام. يعني مثلا جمهور الاهلي ده اتقال فيه قصائد شعري. الاهلي بيشارك كحامل لقب، العلاقه مع الاتحاد السكندري موجوده عندك في التواصل بين البعثتين؟ طبعا، وتقابلنا اللي كان عندهم ماتش بعدين على طول. طبعا يعني كل الترحيب و يعني ممثلين مصر المصريين. احنا والنادي الاتحاد حققنا بسبورت ما بيجي الحمد لله علاقه متميزه. وحقق هو راخر فوز كبير برضه في المباراه الاولى. ان شاء الله نشوف حاجه كويسه من الفرقه.
ان شاء الله يا رب ان شاء الله. دي ده جانب من المباراه، وانت واتكلمنا ده جانب من المباراه بحضور الجماهير، اعظم نادي في الكوره. طيب بالنسبه للحاله الصحيه الفرقه، الحمد لله كلها بخير. الحمد لله. وكان في النهارده كان في عيد ميلاد، حضرت الاجواء الجميله زعفران نجم الفريق، وكان كله بيحتفل يعني الحمد لله. بعد شايف الحاله النفسيه والمعنويه دي كلهم ممتازه الحمد لله. انت عندك الجمعه الغرافه القطر الساعه 2، ويوم السبت ان شاء الله الساعه 4 مع الرياض اللبناني، مش كده؟ بتوقيت القاهره يعني 2 دي بتوقيت مصر ان شاء الله، 3 بتوقيت نحن. ده عيد ميلاد عبد الرحمن اهو. عمرو زهران. عمرو ده عمرو زهران عامل بطوله حلوه الماتش اللي فات، يعني مسجل 30 نقطه بسم الله ما شاء الله يعني. ان شاء الله هم كلهم زي الفل، ويعني بيجمعهم كلهم العمل الجماعي، كلهم تيم ورك جامد، الفريق كله على اعلى مستوى. بالتوفيق كل سنة وعمر زهران طيب، ودايما موفقين إن شاء الله، ونحتفظ باللقب ونرجع مظفرين بإذن الله.